شكرا للاداره الفنيه والتقنيه، شكرا لجامعه الملكيه المغربيه التي افرحتنا جميعا، لقاءات جميله جدا، اداء رائع، حضور وكاريزما لهذا البطل الخارق. شكرا طارق سكيتيوي، طارق ليس فرحان كل المغاربين. طارق صحيح. والان اتى للسامي المعيش في مجلس البلدي والبطل العالمي السابق عبد القادر معزيز التقدم الى المنصه لتقديم باقه ورد ودرع المدينه كتذكار كعرفون امتنان وتقدير للبطل للمدرب الدولي طارق سكيتيوي. نسيت طارق سكيتيوي، هذا سي وش وسلواي مسكيم نفران بشواية عبد القادر معزيز عمراز أخذار وباقة الورد يقدمها البطل العالمي السابق عبد القادر معزيز ونائب رئيس الجمعية المنظمة للمهرجان. شكرا سيد رئيس مجلس البلدي، شكرا سي عبد القادر على هذه المبادرة باسم المدينة والإقليم، وألف امتنان وألف شكر لك بطارق، بالتوفيق إن شاء الله في القادم من البطولات والتشريفات الأخرى، إن شاء الله يربي واحد 10 20 30 40 سنة، الله يطول لك في العمر ورزقك الصحة والسلامة، وما يفرحنا بك وما يفرح بك إن شاء الله. سعيد كثير التواجد ديالي بينكم ومعكم، كنشكر الجميع اللي فكر في هذه المبادرة هذه. احنا ما درنا الا الواجب ديالنا، اقل شيء يمكن لك كان الوطن صغير، وكل خير ان شاء الله للامام، حصل شيء اكثر وتشريف الكره المغربيه افضل وافضل ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا للجميع وعلى راسهم السيد العامل، وكنحبكم، شكرا لكم. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.